الخوف طبعا دلوقتي دي فترة صعبة جدا ومعظم الطلبة خايفين. عايز اقول لك ان الخوف ده شيء طبيعي اذا ما زادش عن الحد، لان في نوعين من الخوف، الخوف العادي والخوف المرضي. الخوف العادي اللي يدفعك ان انت تذاكر وتجتهد وان انت خايف ان انت ما تحققش احلامك، ده هيدفعك تذاكر وتبقى كويس ان شاء الله. لكن الخوف المرضي ان يزيد عن الحد وتبقى اندر ستريس دايما بشكل هستيري كده وخايف تمسك الورقة والقلم وخايف تمتحن وخايف تذاكر، اعرف ان ده خوف مش طبيعي. الجأ لربنا، سيب الامور على الله، اجتهد، بكره ده مش بتاعك، اعمل عليك وان شاء الله ربنا هيكرمك وانا واثق من ده.